خش 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 ايش أسامة الأزهري من عزاء وزير الأرض الأصغر محمد علي محبوب. معرفش طب شو هكلمك لسه كنت معاكم متابعي الكرام متابعي النصيف في كل مكان طبعا من امام مسجد عمر مكرم بالتحرير لتغطية عزاء طبعا وزير الأوقاف أسبق محمد علي. طبعا من الزمرين خرج طبعا وزير الأوقاف الحالي أسامة الأزهري بعد أداء واجب العزاء في محمد علي محبوب. متابعي الكرام متابعي النصيف في كل مكان يعني طبعا مستطور كبير لعدد من المشاهدين وقضاء دولة وقضاء وأيضا نجوم الفن يعني مثلا محمد زواد وكمان محمد وسليمان دنيا في عدد يعني من نجوم الفن أتوا لكي يؤدي واجب العزاء في روح الفنان محمد علي. وكم أهلكنا قبلهم من أجل هم أشد من بس على السلامة.